وليدي احنا والله غرنا نحلموا بالغاز هذا النهار اللي جاء هدرنا عنه حتى الوزير الفلاحة، والنهار اللي جاء درنا عرس، واليوم راه لحقت الشركة اللي هو سي حبسها ومتضامنة معاه البلاد كامل. احنا ماذا بينا سيد الوالي اقرب وقت رانا جينا الولاية ثلاث خطرات، رحنا للجدرمية، جينا هنا للمير قاعد يعطينا في مواعيد كاذبة. كولاس معلوم في العالم، والطريق راه خدمتها القبات وخدمتها السهوب، وها هو راه قطعها، ويامس الجمعه ظل يقرس في الومنامس ظل يقرس في الزيتون في الطريق، ورحنا ليهم وخرجوا لي الجدرميه وهو مازال الظرك رانا فلاحين، حتى المال تاعنا ما كانش منين يفوت. والسلام عليكم. ما قدرنا لا نهضروا، البلديه ما دارت لنا حد، الوالي ما لحقوش الاخبار الصحيحه، ما كانش الطريق تقطعت، السد تقطع، الغاز تبلوكا، شركه راه عندها شهرين ولا ثلاثه، اولادنا من الدخول المدرسي ما دخلوش يقراوا، راه فرم الطريق، قطعها، بعثنا للجدرميه، راحوا صوروها، نحسد كولاس، ناحي الطريق مساحة املاك الدوله تعدى عليه، رحنا للجدرميه قال لك تخرج لنا البلديه مشتهم. اليوم الموضوع على كداده، مشتى كداده هي منطقه من مناطق الظل، مشينا فيها في الكهرباء، في الغاز، اول عمليه هي مشات الغاز. بالنسبة لكدادة تقريب شبكة الغاز كاملة 100%، كان كدادة اثنين يقول هذا راه حدو، وقعنا مشكل مع سي سمير شقطين، هذا مواطن، والمواطن هذا كان طريق راه كان في البلون، والطريق هذه هو قطعنا قالنا ما تفوتوش، على هذه ناض الاحتجاج تاع الفريق الثاني وفريق خصام. احنا رانا اتصلنا ودرنا تسخيرة للسيد الوالي ولاية باتنا ان شاء الله، نستنى في التسخيرة وبربي إن شاء الله نعقبوا الغاز، وهذو الناس راهم مستفيدين وراهم كاينين في البرنامج تاع مناطق الظل، ومن حقهم. كاين حاجة غير مقبولة هو غلق الطريق، واحد ما يقبلها، أنا غلق الطريق غير مقبولة، صح من حقهم مبرمجين في الغاز والغاز تاعهم كاين، وراهم منطقة من مناطق الظل، وبربي إن شاء الله الغاز يلحق لهم. صح جاوني على أولادهم، أولادهم صح ما مش يروحوا للدراسة على اساس غلق عليهم الطريق، والطريق هذه راها من الاستقلال الطريق في البلون، وجات سنا الغاز وخرجنا وهزينا كدادة ودو هي ذراع حدو.